رسالة للقادم من بعدي، لو كان في أصلا قادم بعدي. أنا اسمي فلان العلاني القاطن بالحي ياه، وأكيد اتبدل عنواني ومعرفش مكاني ومثواه. في الغالب لو مشيت سلكة راح أكون في مدينة أبو حماد، مركز في مراكز الشرقية. قد كنا نعيش أيام غامضة ومحدش فاهم إيه هي. فيروس سموه باسم كورونا، نشأ وترعرع جوه الصين. هاج فجأة بقى ابن المجنونة وبقفش العالم كله كمين. إصابات بتزيد، أموات تزداد، ولا فرق معاه المسافات. وسريع وتوغل وسط بلاد تبعد عن بعض، بحور وجبال وسهول وتلال وفئات ولغات. جمعنا جميعا تحت شعار الموت ده قرار، ما في عندي هزار. دي المرة اللي العالم فيها اتجمع علشان ينهيها. وقالوا لنا الصين، وعشان وطويط، وعشان تنانين ووهان، وبياكلوا حاجات نتنين. ولحد ما بعمل لك فيديو معرفش الصح اساسا فين. بعد التعتيم وقفوا التعليم، وقفوا الرحلات، وقفوا الافراح، قفلوا الجامعات. العالم عاش في فزع دامس، وبقينا نتدارى في الجروبات نعرف اخبارنا من المامز. المامز جروبات مليانه مامز ستات. العالم كله في حكاية، وحكاية دول خناقات في الشات. ما هو ابنك شدك مامت ابني، انا ابني براحته وعجبني. والمانيا بتعلن الاستنفار، طب ابنك نوتي، ابنك فار. انجلترا وقفت الدوري، والدوري المصري طبق فار. العالم اتبعكش من فيروس وتشتت فجأة وكله نهار. وبناء على تقرير مدروس قررنا نوقف فترة البوس، وبقينا بنغسل في ايدينا ونطول اكتر من العادي. الفيروس فاع قوي قوي حوالينا، فنوقف بوز بقى عادي. قد كان قرارا حقا صعب. اتمنع البوز غصب عنا، اتمنع البوز علشان الرعب. وهقول لكم بسرعه كام حاجه علشان تعرفوا بقى كنا في ايه. كانت فتره غريبه في عمر الارض، مش فاهم صابت جيلنا ليه. قد عشنا حروب، عشنا في ثورات، عشنا في طفرات من كافة شيء. فيروس، إعصار، والصين، ودولار، وأسد هربان، وفي سد النهضة وأثيوبيا. معرفش ظروفكم إيه دلوقت، وعندكم نيل مليان مية ولا بتملوه مانجا وسوبيا. لا دي قصة طويلة جدا شاقة، وأنا هنجز ألا تكون باقة. فوداعا يا حفيد الغالي، ويا ريت تدعيلي، ده أنا جدك. انا يمكن ما قابلت عيالي، وكورونا فرقني عن ستك، ولكن جايلك برسالة قد عبرت ليك على مر عصور. انا جدك من 2020، انا قاعد ياض مستني الدور. انا دلوقتي انا قاعد جوه البيت، من الوارد وقريب جدا الباقي مننا هيعيش في كحور. ايوه عايشين ساكتين خايفين في بيوت. العالم اتحول لتابوت، ولا يعلو فوق الفيروس صوت. عالم مغلوب، والحجر الصحي بقى أسلوب. في إيطاليا خراب، وهولندا خراب، والعالم كله خراب في خراب. توم هانكس عارفه؟ توم هانكس ومراته اتصابوا، ورونالدو وجورجينيا يجوز، ولعيبة في أرسنال ويوفنتوس. كده جدك حتى الآن محظوظ. الآن ده مارس من 2020. خد بوسة يا حفيد الغالي، جوايا في بوس ممنوع عني، ده ورثك ياض مش هنعين. فسلام يا واد انت، وانت يا بت. هقوم اغسل ايدي يا جوز شيء جد، واتابع الفيروس مش فاضي. ده حلقة جدادكم في العصر الماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد اذنكم بقى يا جماعة، ايه لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان الواد ايه توصل له الرسالة. ماشي، السلام عليكم بقى، مع السلامة.